نختم هذا اللقاء برسالة الأخت من الجزائر. سؤالها تقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، من عادتي بأنني أصوم الاثنين والخميس وأيام الجمعة، ولكن أمي تحاول أن تمنعني وخاصة في الصيف، وتقول لا تصومين إنك صغيرة، وتحلف علي كي أفطر، ولكنني لا أفطر لأن هذا صعب علي ويحزنني جدا، ولأني أمرض كثيرا أجد في الصيام لذة وطمأنينة وراحة، والصيام يساعدني على تخطي آلامي وأحزاني، فهل أنا آثمة بتحليف أمي؟ وجهوني مشكورين. هذا عمل طيب، الصيام الاثنين خميس ثلاثة أيام لكل شهر، هذا أمر مشروع إذا كان هذا لا يؤثر على صحتك ولا يمنعك من البر بوالدتك ولا يمنعك من العمل الذي تحتاجين إليه ويحتاج إليه أهل بيتك، فالصيام طيب، وبإمكانك أن تقنعي والدتك لأنه لا حرج عليك، وأنك تجدين في ذلك لذة ومعونة على الطاعة، إنما غرض الوالدة هو الشفقة، فإذا بينت لها أن هذا شيء يسعدك وأنه يسرك وأنه يقويك ويعينك على الطاعة، أنا أعتقد أن الوالدة ستمانع في هذا.